فرحانة بزاف لأن قديت واحد الفطور مزيون بزاف مع الأصدقاء والأحباب وتم تكريم ديالي اللي كان حسب افتخار الحمد لله ودز مزيون بزاف وفخورة بأن أن مسائل بحال هكذا كيشرفوا المغرب ديالنا في المغرب. كنظن كأي عائلة مغربية ما كتخطرناش الحريره وشباكيه وتمار وشهيوات ديال رمضان وطبعا شويه ديال العباده والصلاه نفس الحاجه. بالعكس ما كيكون كثار باش نخلقوا الجو مغربي في امريكا. الصراحه من اول نهار ما جوجت به كنت عارفه بان كاين سفرات بزاف ومسانسين بهذه الطريقه هذه عايشين بهذه الطريقه هذه ويوميا كيكون التواصل بالتليفون وهو ما كيحاولش يغيب بزاف كيمشي ويجي ملي كيكون بوحدو كتكون سهله مي ملي كيسافر الانسان بالوليدات ومع الديكالاج ديال الوقت يكون صعيبه حيت بعد النوبات كيدوز بحال دابا 24 ساعه في واحد المدينه عاوتاني سافر كيحاول يدير داكشي بوحدو. شحال من سنه وحنا مجوجين بلاتي تخطبنا في 2004 2005 ضربنا صداق 2006 شحال من سنه تينا طلع على حساب 2006 العرس شحال 12 عام ان شاء الله. كيفاش تلاقينا قصه طويله كيفاش تلاقينا نعطيك هذا السكوب وصافي. تلاقينا واحد صاحبتي لقتني معاه غير بالتليفون قالت لي زعما هذا واحد السيد هذا كذا هذا هضر معاه بدينا كنتعيطوا في التليفون واحد 3 شهور ولا 6 شهور في التليفون بلا ما شفنا بعضياتنا. واول مره تلاقينا في طنجه وصافي ديك الساعة جا الخطابة جا العرس ودابا مجوجين 12 عام حصريا على موقعنا. هل لديك صفحة وتريد أن تروج لها؟ هل لديك مؤسسة، محل، بضاعة، خدمات، وكالة سياحية أو علامة تجارية وتريد أن تروج لها؟ هل لديك إعلان، إشهار لسلع، آلات، ماكينات تريد الترويج لها؟ هل لديك دورة تدريبية، ملتقى أو دعوة افتتاح وتريد أن توصلها لأكبر عدد من المهتمين في مجالك؟ تختار الزمن، المنطقة، المدة التي تناسبك. نحن نقترح عليك خدمة الإعلانات والإشهارات المدروسة. نحن نوفر عليك الجهد وسندرس الاستهداف بدقة لنعطيك أفضل النتائج.